هذه هي الصحفية الأمريكية ماري كولفيل، وهذا هو الصحفي الفرنسي ريمي أوشتيك. استشهد نتيجة القصف العشوائي على حي بابا عمر، ولا زال هناك 3 من الصحفيين جرحى، بينهم الصحفية إيديت في حالة خطرة تعمل في الليفيجارو. هذه الصحفية تعمل في الساندي تايمز، وهذا هو أثار قصف، ولا زالوا تحت الأنقاض، والقصف لا يزال مستمر. نوجه نداء استغاثة حتى نستطيع أن نسعف الجرحى داخل حي بابا عمر وننقذ ما تبقى من أهالي بابا عمر أحياء. قرب يا دام، خلينا نشوف مكان القصف. قرب يا أخي، قرب قرب. هذا هو مكان القصف، هذا هو مكان القصف. أوجه رسالة للاتحاد الأوروبي بالتحرك فورا، هاي اختلطت دماءكم بدماء السوريين، فيجب عليكم أن تحركوا فورا وتلجموا نظام عصابة بشارات الأسد.